أيها المجاهدون، بفضل الله تعرض الإسبان اليوم لهزيمة كبيرة بعد أن أسرنا رجالهم وحصلنا على مؤونتهم وأقواتهم. لذلك سيهجمون علينا بكل قواتهم وفرسانهم المسلحين بالدروع. سيعبر فرساننا النهر إلى الغرب وسيقاتلون لفترة قصيرة، ثم يفرون متظاهرين بالهزيمة ويعبرون النهر عائدين. وعندما يلحق بهم الإسبان ستحيق بهم الكارثة، لأن دروعهم الثقيلة وسهام رماتنا على الضفة الأخرى ستجعلهم يغرقون في النهر، وسيكتب لنا النصر بإذن الله. أيها المقاتلين، أيها المقاتلين، هيا للقضاء عليهم. هجوم! بدع جنود العدو هجومهم. الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله. هجوم! الله بكوا واستعدوا للقتال، جهزوا الخيل ولبوا للمعالي يا رجال. جنود الله هجوا واستعدوا للقتال، جهزوا الخيل ولبوا. انتفوا عليهم من الجانب الأيسر، لا تتركوا أحدا منهم على قيد الحياة. هيا! يا جنود الله هجوا واستعدوا للقتال، جهزوا الخيل ولبوا للمعالي يا رجال. حطموا الضحى أثيروا ذل أشرار النار، وارفعوا السيف وسهام الجودة. تراجعوا تراجعوا! أسيروا ظل أشرار الكبار، وارفعوا السيف وصولوا وابعدوا.